السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم الصباحي والوردي والميلاحي، صباحكم صباحين، صباح يطرد الفقر، صباح يوفي الدين. مرحبا مرحبتين، مطرقة وشلابين، مرحبا بنور العين، مرحبا دبل، ساعة ذهب، صنق الحبل. هذه كان الأول يحدو فيها سنان بن خادم المهيري. سنان بن خادم المحيري الأول يوم يصير البحر يحدو من حداوي، صباحكم صباحين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين، ومرحبا مرحبتين، مطرقة وشلابين، مرحبا بنور العين. هاي هذا الكلام له أكثر من 35-37 سنة، أول ما ضم في جهاز بطبيب الاستثمار، وكان يحدو هالحداوي يوم يصير ويا البحر. هو من اي وسلم عليه، ما هم انا صباحكم صباحين، هاي هذه هاي روحي انا مرتبنها، هاي يعني مستوى الدنيا معروفه، لكن هو لي كان يقول مرحبا مرحبتين، مطرقه وتلابين، مرحبا بنور العين. هذا ترحيب منو؟ سناب بن خادم. يا يعني الله يحفظه ابو يمعه ويطول بعمره ويمد بجله. مرحبا مرحبتين، مطرقه وتلابين، مرحبا مرحبتين، صباحا يطرد الفقر، صباحا يفيد. يا سلام، عرفت؟ مرحبا مرحبتين، مطرقة وكلابين، مرحبا مرحبتين، صباحا يطرد الفقر، صباحا يفيد الدين. لين الحين ما ظهرت يا السبوي اللي اقرب مسجات، قرب الله المسجات، افتكيت من تويتر وقرأت، خلصت بترد تقرب ويا الايميلات، خلص من الايميلات وترد طالع الواتساب، خلص من الواتساب تشغل بالك ويا السناب، وهيلا بيس من هاي الساعة لنا الحين أكثر عن 3 ساعات. قرب الله تكنت يا النت يا الانترنت، شقايل شغل العرب، شغلت العرب عن كل شيء. لا أنا وين أودر المشي لين الحين ما أمشي؟ مفروض أكون الحين رادنا المراد. الله يحفظكم. البارحة وأنا ضاوي حول الساعة 10:30 يوصلت اللوبي، ولأن هالمجموعة من الإمارات، شباب من هالمدينة، زايد من هالمدينة من الغربية، ها من رملة أبوي، رملة الظفرة، بارك الله فيهم، شباب فناني، وقلنا نقربوا على قهوة، قالوا هالك طيب بنقربوا نص، قربت بهم في الميلس ويلسوا وسولفوا ويلسوا في هالميلس وسولفنا ورمسنا وضحكنا، وعندك ودونك، وسجلنا كم من شيء من يلستنا البارحية. ليش ما سجلت نزلته البارحة؟ لأن الله يسلمكم كد نزلت الستوري كامل، مثل ما تعرفون أنا يومياتي يوميا أنزلها على اليوتيوب، فبيحتسب من يومي، لكن أكد نزلت اليوم كامل. فشو اللي سويت؟ نزل صورت وخزنته، إن اليوم عادة بنزله لكم حين هذا شيء شوية قصيد وسوي الفات، يعني شيء بيوز لكم إن شاء الله. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن الشيء اللي نزله ينال على استحسانكم ورضاكم، والله يقدرني أني أرضي أكثر أكبر شريحة، برغم أن هذا مستحيل، لكن شيء أسوي عاد الجود من الماجود، وهذا الحال. الله يحفظكم. أين القصيدة الحين؟ بتعد قصيدة أنت من ساعتين؟ قال ودنا بالطيب بس الدهر قحها الطيب. يلا عادي هاليابس. لا 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 امسح امسح والله ابو محمد. قصيده للمرحوم سعد بن قذلان، يقول ودنا بالطيب بس على حسك عاده، يقول ودنا بالطيب بس الدهر قحها الطيب. طيب كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها، يقول يدك لا مدت وفا لا تحرى. وش تجيب يا ابو محمد؟ لا جاتك سالمه يدك بس يدك وخشها. لا حول لك تسلم، ما تقصر يا الشاعر. نحن أبوي اليوم عندنا هالخطار الطيبين ما شاء الله تبارك الرحمن، جايين أبوي ضيوف حينه. لا 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 ما يبي يصور، لا 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 الرجال أبوي ما يبي يصور، قال أبوي لا تصورني ولا عندك خبر، قلنا على إن شاء الله. والله مشكور يا أبو محمد على الضيافة الطيبة. لكن في دمك الدلة حارة لو لا؟ نعم حارة. ليش دلنا حارة؟ قهوة، عمري ما قدني ذقت قهوة مثل هالقهوة. انت انسان رايق جدا، رايق اوثر ابو محمد. منو بعد؟ ما شاء الله عليك. لا رايق هذا ويقف القهوه. انت بكبرك، انت بكبرك فنان. وقبل ما نخط فني نجحناها، قبل ما نخط فني قال قبل ما نوصل حول الفندق هي كرت. شو ودي فني.
القهوة ولا كوفي؟ شوف انت بخطفة ملك خطفة ملك. انت ما سمعت حسين عبد الرضا شو قاله؟ بعيرة؟ بعدك بعيرة؟ ما سمعت؟ يبرك على صدرك البعير بلاتك انت بعد مبهين هذا. لا حسين عبد الرضا ما شايفنا؟ الله يغفر له الله يغفر والله والنعم. شي بلادك لا خلينا منك الكامل والنعم الكامل. النعم يقول ودنا ودي ازورك يا الكامل عقب السنين ما احلى. نعم دارنا دار طيبه خصبه معلو كلها ماي وزراعه نعم وبارده وبارده نعم عندنا ويقولون يحناك بعد في بعدهم هي كل خير كل شيء بلادها عمان كل شيء طيب تلقط فيها والله العظيم صدق اي والله زورونا حياكم معكم غناه معكم غناه قبل ما نوصل حول الفندق هي كريت شو ودي فنيال قهوة ولا كوفي شوف انت بخطفة ملك خطفة ملك. انت ما سمعت حسين عبد الرضا شو قاله؟ بعيرة؟ بعدك بعيرة؟ ما سمعت؟ يعني يبرك على صدرك البعير بلاتك انت بعد مبهين هذا. لا حسين عبد الرضا ما شايفنا؟ الله يغفر له الله يغفر والله والنعم. شي بلادك لا خلينا منك الكامل والنعم الكامل. النعم يقول ودنا ودي ازورك يا الكامل عقب السنين ما احلى. نعم دارنا دار طيبه خصبه معلو كلها ماي وزراعه نعم وبارده وبارده نعم عندنا ويقولون يحناك بعد في بعدهم هي نعم كل خير كل شيء بلادها عمان كل شيء طيب تلقط فيها والله العظيم صدق اي والله زورونا حياكم معكم غناه معكم غناه خلفان مكتوم سعيد ليش مكتوم مكتوب مكتوم يلا زين اقول لك توك عديت قصيده عليك رجعت الحيين والميتين تكملها هي بقصيدتي ما لو كان ما بقصيدة هذه قصيده في الريال يقول الشاعر يقول الشاعر يقول الشاعر الشاعر قال اللي لقيت الهاشمي هي. قل له علومك ونشدع عن زين تربات الصبايا قال يا سعيد البارحه والله ملومك من سبب لي زينها زين الضبايا سعيد هذا سعيد هذا قرب الله ته اليابس ها كله فيك انت يا بس لا يغرق جسمي لو غدا نحيف والله اني جسمي سوار المقبره الله ما فيك حيله يا رك الله يراعي الكامل انا ركيب راعي ركيب خيل ريال فارس ما شاء الله عليك مطلوب ليه الجسم بارك الله فيك راعي شاب راعي ثياب وزفن بسلاح ما شاء الله عليك ما شعبي بعد وقف الدله سعيد سعيد حد فريجكم هناك يتابعني؟ لا ما حد ما يتابعك شباب لو شباب شيبان عيايز كلهم نساوي العالم كلها عندكم؟ نعم ما فيك حيلة أول ما يذهب صلاة الصبح مر على التين مهم خالدي لا إله إلا الله شي محل معين ولا بزار ولا بهار ولا ويش مكتوم مطلوب عليك أغنية قصيدة غزلية زين ما عندي قصيدة ما عليه مو بشاعر ندريبك خذ لا لا هذا سعيد قال ابوي ترى مكتوم يحافظ شيء من الغزل لا نحن نحافظ بس ان قصيدي يعني لنا ما لا ما ذلك نحن با من اللي حافظ انه في قصيدة حق مبارك تعيد في قصيدة حق مبارك تعيد مزروعي نعم يقول فيها يا لطيف الطف بلطفك يا لطيف ورحم اللي دوم بابك يا طرقه قال هو أخذني مع الخل الظريف لاستباح القلب مني وسرقه سرقه طح طيحة واحد انحيله ضعيفه وكما طاحت من الغصن ورقه لا اله الا الله سالب اني مهجتي ذاك النحيف يوم سهم العين صوب وطلقه احسب اني فارس ما له وصيف وبان ضعفي يوم غررت الحقه قال له دقايق بس يوقف على الخفيف وقفته تكتب نصي وتخنقه ما يشابه حد في الجمع اللفيف جل من صور جماله وخلقه هو ربيعي هو شتايه والخريف وله غصون القلب دايم مورقه غالي عندي ولا ابغي غيره وليف وبيني وبينه عهود موثقه بس عندي مشكله ابغي صريف لان ابو ذا القلب غادي ما محقه كل ما ازقر حد ازقره مستخيف غايب ازقر واذكر اسمه وانطقه صح سانه يا عشت عشت يا الشاعر عشت عباس الدله هو شيء ولايتيه وتبيت الدله اللي ما تقه ويضيع متعوب عليها هذه هي تقول الدله سيد حمدان محمد زين تقول الدله اللي ما تقهوى ضيفها قل البريك ارسلت عازي ضوها لف احد فنجانها زاد سعيد مخلص الدله اليوم خلص الدله عبارها كلها والله انها قهوه يعني مداخيل العافيه لندن
ان عمري ما دقت من القهوه في لندن. وين بدك القهوه في لندن؟ وين بدك الامريكان؟ وين بقى قهوه الدار عليك؟ طيب كل طليت كله قربي ولا كل يوم بتيك الدله؟ كفو كفو يا الوادم كلها تمشي. تحيدون الخنيخيش اللي قلت لكم عنه اني بي بحط فيه هليله. هلو كريت بكتر هي عنبرو يا عنبرو صار اقرب بي وضربو. عنبرو يا عنبرو صار اقرب بي وضربو. يو نو عنبرو؟ I have one dog. His name Tony and Ambro. Tony and Ambro. This is my exactly like this one. It's not a pug. Not pug. But no, what I have bug. You have a pug. Yes. He's half pug. Half pug. No, what I have bug. Thank you. Have a good day. Lovely dogs. Thank you. Thank you. He will half dog. I want. هابا وكرهتي المكروه. أقول لكم هذا الخنيخيش، هذا الخنيخيش اللي قلت لكم بارح بي. خبرونا من بيته هذا كل نبي خط خطرف عليه شرق وغرب شرق وغرب شرق وغرب. هذا الله يحفظكم البيت جاي هدية منو هادن؟ هادتنا الملكة، ما في الملكة هذه إليزابيث، الملكة الأم أمها هبل بنت هاي اللي حين حاكمة، لا اللي قبلها يسموه مدر اوف كوين. هادتنا منو متبنيه؟ هي بنيه من سنين ورابيه ويا الملكة إليزابيث. ها والبنيه هاي يوم هي صغيرونة رابيه ويا الملكة وعايشة هايش العيش اللي ماشي شراتها ونشت الله يحفظكم. يوم كبرت الملكة ويازلها الريل اللي هي عنده حينه، ترى ما اخذت الا واحد هذا الطويل. ها يازل هالريل هالبنية غاوية وجميلة جميلة جميلة، يسمونها سبتوه. ها سبتوه مرباية عندهم، وعبارة يعني عبارة خدت خد دنيا. ها نشت عادة تم تتغار منها سبتوه سمرة، ما بسمار الصنقاحي، لا السمار هذا اللايت براون، اللايت براون اللي يلق. ها ونشت عاد خلاف تمت حاطه دو، حطت لها 60% حطت لها 60% يا انا يا مايا يا هاي اللي رابي وياي. عندك دونس مني من قالت ابدا ولا تقر لكم رب ولي رب اني انا يا إليزابيث بنت المدر كوين بتم وياها في مكان واحد يزقرونها اختي، معلوم اني انا متراضعه وياها يا غير لا انا ولا من بغاها. حين هاي راي الخطيبها خطيب الملك هذا الطويل حاط عين على منو؟ على سبتوه. ها والأخير نشوا أبوي وتناقمت أنت يا سبتوه ويا إليزابيث من يومهم صغار، وعطت الملكة الأم اليد مدر كوين كوين مدر أو مدر كوين ما يدري شو قال، عطت أبوي هلا في الليلة ويلست روحها عايشة في هالبويت. ما عرست تراها، ما عرست، خطبوها ثلاثة أربعة خمسة، حتى واحد ياه بعد من تنزانيا قالت أبوي لا أنا ولا بقاك، لو ينطبخ لحمي ولحمك في مريل نفر لحمي عن لحمك، لو أنعق في يزيرة لو أنعق في يزيرة أنا وياك عبرت بحر بعق عمري بحر ولا تم وياك في يزيرة وحدة، لو أني ما أعرف أسبح، ترى ما تعرف تسبح سبتو. قالت أبوي لو نحط وياه في يزيرة ما بيلس وياه أبدا، لو ينجلب الحبشب مستحيل أني أنا أيلس وياه، مستحيل اني انا ايلس وياها ابدا. واشهد انها يا ابوي ودرته وقالت انا ما با ما با لا في السعاية ولا في الرعاية، واشهد انها ابوي ينسات ابوي هالدهر كله في هالبويت هالبويت لين قبل اعطاني ثلاث سنين وشهرين وسبع وعشرين يوم، ثلاث سنين وشهرين وسبع وعشرين يوم لين والله استخارها عاد خلاف. أول بعد عيمت وبلمت وصمخت وبس وتمت حطيطة وتموا يبولها أكلها من ريال جاردن، ترى الريال لانكستر ها اللي وراء فندق الريال لانكستر، أمرت الملكة غداها وعشاها ثلاث ويبات حتى المدخن يبولها أيامنا. ترى على فكرة سبتو كانت تدوخ قدو دواخة قدو رقم واحد، وغليونها يبول لها أيام من المنيعي من المنيع ولا يوزلها إلا ليون المنيعي، يبولها غليون المنيعي، وقبل ما يبولها غليون المنيع كانت تستعمل غليون يبونه من الخران، خران شيء هناك في وين الحوض
شيء هناك مكان مزرعة وكان مسؤول عنها شخص من هالجزيرة الله يغفر له، وكان دوم يندب لهم من الغليون مال الخران. غليون الخران غليون مميز رقم واحد كان يستعمل وينزرع لشخصية لهالجنة من أبرز الشخصيات الله يغفر لها. فلذلك كانت منطقة هناك وفي هاي الأرض ينزرع الغليون اللي في الخران، الغليون الممتاز يجيبونه من المنيعي، وغليون الله يحفظكم اللي خبرتكم عنه السبيشل هذا كان يزرع في منطقة الخران، بس في مزرعة واحدة لجل شخصية معينة لها الجنة. نعم شخصية معينة، وايدين من العرب الحين اللي يسمعوني يعرفون هاي المنطقة هايش، وجماعتنا بالأخص يعني اللي من دبي يعرفون المنطقة هايش ويعرفون غليونها ولجل شوه استوى المكان، يعني شيء من هالقبيل. الأمور طيبة وكل شيء زين وكل شيء فنان وزين وفوق عن زين. الله يرحمك يا سبده ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة يا رب. يلا بس عاد عليكم. الحين عاد آخر الشارع في الهايد بارك، هذا حين كنت عديت كوينزوي، هذا حين هذا الشارع، هذا كديت الشوارع هذا وهذا كديت هذا اللي يظهرك على البحيرة الصغيرونة اللي بناك، وهذا الشارع ما قديته، وهذا الشارع حين بعد أول مرة بيه لكن مشبك، أخاف حق أهالي هالمنطقة وبس للناس اللي ساكنين في هالمكان. شيء مكتوب هنا exit when gets close. يا سلام يال يعني وايد يعني واضح الكلام exit when it close. هذا ما أدري شو يوم السكر ذي شو الحل يصير هذا. ما أشوف في زود أوادن هذا يمكن حق أهالي هالمنطقة بس اللي ساكنين هذا الفريج يجون هنا، ولا يصير هذا طريقي هذاك الطريق أعرف لك بين هذا وهذا 10 أمتار ما بيكون في فرق وايد، لك بين هذا وهذا يمكن 20-30 متر، فأتوقع إني بسير هذا ولا لا يا أبوي. ما فيه قباط الطريق المخالف، ما فيه أسباب قباط الطريق المخالف، قباط الطريق هذا بعيد أخير لي. نسيت أقولكم أبوي اليوم أنا معزوم على الريو كثير، وحين اتذكرت قلت لهم عاد من الباع محدد لهم، قلت لهم ويتعزموني عزموني الساعة 12 على أساس ما أيوع خلاص. أبشركم نزل الوزن اللهم لك الحمد، نزل زين الوزن بعد أبلا شيء بسيط. هي دادا أحلي هلو هلو أويو حليلها هي تعال بسم الله عليك. حيديلها أقولكم نسيت والله شو كنت أقول. هي معزوم على الريوق هنا. مرحبا بالأخ منذر، حييك طال عمرك. الله يحييك طال عمرك، يبارك في حياتك. الله يحفظك من هالبحرين. نعم طال عمرك. نعم وين عاد في البحرين؟ من محرك سلامك الله ما شاء الله. نعم. عليكم ما شاء الله. الله يحفظك طول عمرك. الله يحفظك. كملكم من يتو والله سلامك الله ليلتين تونا يا الأهل يايين زين. اي نعم الله يحفظك. ربها كشته الحمد لله بخير بخير. نعم كشته كشاتك. لا الحمد لله زين. تسلم سلامك الله. شو تشوف هي الأولية؟ لا سلامك الله ما تتغير. هذا هي اي والله من على قولتهم من دني العود الخلقات مثل ما تقول الى هذا هي ما تتغير. شو البرنامج عندك؟ والله تمشي بس طول عمرك يعني الهايد بارك هايد بارك والاكل وتمشي المطاعم سلمك الله مش اكثر ولا اقل. لا طال عمرك بس شيء احسن من هذا كله. لا ما فيش الحمد لله. اللي لندن حق هذا بركه ما يجيب عرعر. لا 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 بركه حق السياحه شيء جنرال جيوغرافيك حلوه سلمك الله شيء مال جيوغرافيك. نعم طال عمرك ما سياحه. نعم الله يحفظك. الله يحفظك تواصل حاضر. الله يسلم على فريجك. الله يسلمك. خذ صوره وياك محمد. سؤالي كان الله يحفظكم هذا لجل الشخص اللي من هالبحرين هالريال الله يحفظه، إني يعني أنت حين من سنين تون الهايد بارك وتون كنزكتن هاي ستريت وتسيرون سيلفريدج وتسيرون ماي فير وتسيرون البقع كلها متعارف عليها هذه 4-5 أماكن وأكسفورد وتسيرون البيكاديلي والهايد بارك وتون بدلالكم وترمسون، هل إن هذا شيء يختلف؟ قالوا لا كل هالعالم اللي تيلا من
هالكثر سنة يجون لجل هالأماكن. هاي مش هذا مش دكان ولا كانتين بسير لك اليوم بتمل. يعني هذه محمية كان الأول يقنصون فيها قنص قنص يكملون أسبوع وعشرة أيام يقنصون فيها. يعني وناستي من كل دار في الدنيا لأن من عجائب الدنيا السبع الحديقة هذه. فلذلك نفس الموقع وفي نفس اليوم ونفس الوقت هذا هو هذا ابو من هالمكان ظهرت أغنية يا خيال الزرقاء. هذه هي ابو أغنية يا خيال الزرقاء. هاي هي يطرونها الزرقاء الخيل الزرقاء الدار كبلو صنقاحي صنقاحي حلبس. يوم يقولك حلبس هاي الحلبس اللون الداكن السواد هذا ابوي اللون هذا هو سنقيس 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 هذا هو ابوي. سبحان الله بعد العام وعام الأول وليه قبله وليه قبل كل ما أخذ هالوقت يصدف بالصدفة أنه يكون خاطفات خيول الملكة عاد حين يبدلون الشفت مالهن. سيد العابدي والله مليون مرحبا. الله يحييك يا أبو محمد. يا مرحبا بك وسهلا من هالرأس الخيمة. نعم من هالرأس الخيمة ورسك في الخر في الدقداقة الدقداقة. نعم نعم الدقداقة نعم. عاد كل منكم تعرف يعرف الدقداقة. الدقداقة نعم. منطقة من مناطق رأس الخيمة الجميلة. صحيح. شو تشتهري في الدقداقة؟ شو اللي يميزها؟ اللي يميز الدقداقة طبيعتها. هي. طبيعة الدقداقة طبيعة يعني ما يمكن تحصل مثلها في الإمارات. ليش؟ فيها الغاف، فيها الخضرة، فيها الحياة الطبيعية البدائية المرتبة، نعم. فيها الثروة الحيوانية، فيها كل ما يشتهي الإنسان ينظر. هذه الحمرانية الدقداقة الحمرانية. ما زيل الحمرانية. أكيد ذكرياتك فيها أبو محمد. يا سلام من السبعينات. نعم نعم ويا ليت يا ليت إن شاء الله تعود الذكريات. مرحبا بك عنا فيه. والله يا أخوي شوف حبيبي الحمرانية الله يسلمكم أنا يوم أيها من يبرك البعير ما يبين لراسه سنامه. صدقت. ملحية. نعم. والله الرمس اللي أقولك إياه ما فيها حرف. زيادة من يبرك البعير. نعم. نعم. يبين راسه وسلامه. صحيح. في الحمرانية بقعتنا معروفة بالحيطرة. سبحان الله سبحان. نعم. بهاش الرملة الفنانة. صحيح. يا ربي من السبعينات أقول ثمانينات يمكن ما يجت. لازم تعيد الذكريات إن شاء الله. إن شاء لازم الله. تعيد الذكريات. يعلت الله يسلمك في حفظ طبارك في حياتك. مبسوطين في لندن؟ الحمد لله. شيء أحسن من هالجو الغاوي؟ أبدا 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 ما هي غير البلاد أحسن عنها. نعم. ما هي غير البلاد. صدقك. الله يحييك. الله يستر أمورك أخوي. الله يحفظك. سيد العابدي من هالرأس الخيمة الله يحفظكم رجل أعمال. شو مجال عملك؟ نحن طال عمرك في المواد الغذائية. ما شاء الله. نحن في السفر والسياحة. ما شاء الله. إنزين وعندنا منتجات. ما شاء الله يبارك. الله يبارك لك. الحمد لله. طول عمرك. وعندنا ماي في 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 الإمارات ما شيء مثله. ما عليه. حين إن شاء الله. إن شاء الله. أول الله. عنك يا شاء الله. أول الله. أول الله. يحييك يا أبو محمد. مرحبا مرحبا والله. مرحبا الله يسر أمورك بداية الرحمن. بديت لسعيد أنا. سرت. سعيد شو مجال دراسك؟ انا خريج اعلام فيه؟ من جامعه الامارات وحاصل ايضا على الماجستير في الاعلام الحمد لله. الله عليك. الله يحييك. ان شاء الله عليك. يا مرحبا سعيد. الله يحفظك. الله يحييك. فرحت بشوفك. الله يسلمك. وصلت الحين طرفت خطفت على مطعم بعد اسمه مطعم نوره. سالت من وين هالمطعم قال مطعم لبناني. ايش لكم عدمي من العطش؟ والله اني قلت لهم ممكن قراص ماي. قال ايه ولو حافظ الله عليهم هاللبنان ما قصر ولو فان شاء الله. دخلت والله شي جيكين محطوطات على الطاوله واحد ماء خالي والثاني ماء وفيه حلقات ليمون يعني طرنشات طرنشات وصب ما بغيت من اللي المريج هذاك اخذت من اللي فيه لومي. قلت له شو طمع فلان طمع بني ادم داخل يبى ماء واختار باللومي كله كان مال بلاش يعني الاثنين. المهم بعد اللي 14 دقيقة أنا أوصل المطعم اللي فيه اللي بتريق فيه اللي معزوم فيه شيء طبيعي معزوم يعني بالمجتمعات العربية من تخطف على عرب قال قرب عليك رفجي إنك تقرب طالبينها طلبة إنك تقرب عليك هاك الدين واليمين واللي حلف واللي حولف واللي تولف زين ولأنه في لبنان أنا نازل في علاي كنا ساكنين
ويا جماعة الله يحفظهم. نازل في أتمشى عرويلات مثل الحين، ولأن الحريم كبار. هب أرمنيات، أرمنيات يسمونه أرمن، أرمن هل يلبسون دام دروز من هل درزيين، دروز يعني أدراز، دروز درزيين، واحد من الاثنين، واحد منهم صح. شلكم نحن نقول قربوا ولا تفضل ولا قرب ميل. شوف موازينها ميل، بعد مرة ميل. تحدون غنية ميل يغزيل ويغزيل ميل، ميل لك ميوله، أيل لك أيوله، أسئك فنجل قهوة، أعمل لك تبولة، أه منك يغزيل يغزيل، وآه يغزيل يغزيل. هاي من الأغاني القديمة، عاد نسيت والله من يغنيها، من زمن وزمان ما أدري شو قايل خلفان، وأنت شو منك يا عادة؟ لا عاد ما فيها خلفان، روحي ركبت خلفان. الله العظيم، وين تبون بيصخون عني وأنا كل دقيقة هنمون يا ربي. جايز يلسات مش يلهن، بيض بيض. حريم ثلاث لو أربع، أنا خاطف كل يوم أتخطرف على بابهن، كني أشوفه بابهن لونه وردي. صغيروني الباب ما أدري كيف يظهرن ويدخلن منه، وهن ما شاء الله هالعافية حالهم مردود يعني. وكل ما خطف ميل سير وليي ميل، سير وليي ميل. ناس أنا كرام حافظ عليهم، ويلسات عندهم كنكة القهوة وما أدري قايل، وياكلن نخي وفستق وما ادري شو يعني. طلع علي بغيت اخبركم عاد اللي يعزل زي اللي ما بيعزل عليه هذا بحافظه. حتى الاسمنت مالهم غير الاسميت هذا اللي تشوفونه، سبحان الله. ثانك يو، يا فيري جود، يو ار اول اوف يو جود. اي والله ارب الله اسمنتهم. شفت لهم حلب يا غير محلب، أم حلب ريحته خنينة، الاسمنت ريحته خنينة، اسمنتهم ريحته فنان، وهو سميت. والبلادي اللي من الغير السميت منهج يجي من هالربو. الله المستعان، الحي يحييك والميت يزيد غبا. المهم المطعم أبوي اللي عزمني فيه تدياينه ثلاث وديات ما أعرف اسمه، فخني اخي شو تخلي شو اسمه هو الفندق هذاك مال جميره كارلتون عليك اليسار، وتظهر سيد 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 اي على اليمين، خني اخي شي تدخل يمين وعقب تجيك. هي والله كذي عيننا الفندق المطعم هذا، ويلسنا بعد طاوله بناك اللي قبل الباب ويتن، ولهن عزماتني تحريت مطعم جديد انا ما تديته، لكن امس المطعم اللي صورت لكم اياه وما حب يصير له، هذا مطعم اسطوري مال اسيان، مطعم اسيوي في جميع الاطباق الاسيويه، حتى مال بورما عندهم اكل ما صار ولا استوى في الدنيا العوده. مطعم مميز، حطيت انا الصوره ماله والكرت ماله عندي في الغرفه، انصح كل انسان اي لندن انه يصير ياكل فيه. انا مبوني البارحه بحط الكرت وبخبركم عنه، يا غير نسيت مطعم يا ابوكم بلاد من كبره، ومره وقرب سلفرج مطعم من تطلب يبول لك الاكل من جميع القارات، الهندي الباكستاني الاندونيسي الماليزي ما ادري شو، من كل بلاد مميز. لا يتم قبقوب، لا يتم نغر، لا يتم كبيار، لا يتم لحم بط، لا يبون بط شيء ورج ومحشاي ومقلى كريسبي غير نمونه، ويبون بعد كاري ربيان بعد غير نمونه، مثل كاري كاري قبقوب، كاري قبقوب بحياتي شفتو كاري قبقوب كريسبي بحياتي انا ما شفت شراته، وخبت شرات اللي عليه خبز المشاوى. شو بقولكم شو ها؟ هي والله شرات طعم المشاوى مثيب عليه، هي والله. وهاي الحرمه جابت لي الطلب ما شاء الله عليها بارك الله فيها، وهاي ابوي هالجماعه نيتن ولا هن طالبات ابوي شاهي وطالبات من هذا ها، وهاي شناطهم، هاي وحده شنطته وهاي شنطته، ما بصور كد. عزماتني الله يحفظهن، حسبه البنات والخوات و عباره يدهن انا
يستانسون بالسوالف وياي هم وغيرهم ذكورهم وإناثهم، وأفرح لشوفهم يفرحون لشوفي ومبسوطين إنهم شافون، وأنا مبسوط إني أشوفهم من جميع دول مجلس التعاون، حتى يبوكم حتى لبنانيات شيء فلسطينيات من كل البلاد، أحب اللوادم كلها واللوادم كلها تحبين. الله يحفظهم ويحفظني. أربعين كرمة هذا مشغات، هذا شيء وايد جميل جميل. منطقة العوائل في بريطانيا لو مش بلد أمن وأمان وطيب ونظافة وماركات وأسواق، واللي يبي يسوي شوبينج، واللي يبي علاج، واللي يبي يلاقى ويرباح، واللي يبي يشوف ناس اللي ما شافهم من سنة ومن سنتين ومن عشر يجي لندن ويشوفهم. لندن مثل ما قلت لكم اللي لندن ما يصبر، ليش؟ لأنه من الأساس عنده صداقات من عشرات السنين، فلذلك تكون صداقات وتكون ربع وتكون كم شخصية بشخصية. أم خطبت له عالم كم يتريون سيدات سيدات الناس المطاعم ما شاء الله. The name for my order. Sorry. What name my order? Name of my order. The name of my order. Name of order? Yes. Scrambled eggs with halloumi and mushrooms. Hey, scrambled eggs with halloumi and mushrooms. ما أبغى يرمس عيزني. صاحي أصلي أصلي أصلي. أقول له عسم ريوقي. ها. صاحي. كيف عيال والله صاحي، لكن حقيقة ما بصاحي. فهذا هو. هذا أبو مشروم العادي، وهذا سكرامبل إكس وحلوه، وهذا هذا هو كله الحمد لله. هذا الرجال ولا هذا الرجال أبوي ما طاعوا يخبروني، ما قالوا أبوي ممنوع تصورنا. هذا أبوي واحد هذا ها هذا قال أبوي أنا قاعد حق حرمتي ورسائل الدين زين، وهذا أبوي متروع ما برا عاد أخبركم من منو. الله يحفظكم. صايغين زياغ النص يزي من حريمهم، لا إله إلا الله. الله الأول يا الريال ما يتروع من حرمته، الحين ريال بالحاهم يتنافضون. والله يا أبو خون وخلى عيونك ما تصورني. ليش؟ أنا قال لها في الدوام عندي مناوبة أربعة أيام. أنا أبو متى وحالك شليت بناطلينك وقمصانك وشورتاتك؟ هي والله هاي مصيبة. هي والله سمعتوا بها المصيبة العودة هاي. هي الفندق هذا اسمه كادغان هوتيل. الكادغان هوتيل هذا عدال الكارتن تاور. هذا الفندق جد جيته قبل 40 سنة. هذا الفندق من أقدم الفنادق، لكن حاليا تبند من فترة بسيطة، كان 3 سنين مبند، والحين فاتحينه أظني من قالت لي من 6 شهور فتحنا. هذا الكارلتون جميرة كارلتون جميرة كارلتون، وهذا هو كان فندق مميز جميل 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 من 40 سنة ساكنين ويا حياة أبوي الله يغفل جايين علاج سكن في هالفندق. فندق صغيروني، لكن أتوقع هاك الأيام ما كان 5 ستار يمكن، هو من استوى هالكبيرو ما بنا حجمه كبير، من استوى هو هالكبيرو بنسيون يسمونه ولا موتيل بوتيل أو بوتيك شيء من هالقبيل. هي والله هذا هو مشاهد الحديقة، وهذا الفندق كارلتون جميرة كارلتون. كيف حالك؟ هلا هلا أهلين أهلين. تعالوا الأولاد تعالوا ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظهم. هاي شو اسمها؟ شارلوت. هذه البنية كنزي. وهالولي طارق. الله يبلغكم فيه يبلغ فيهم عرسان إن شاء الله. الله يخليك. تعال شي عندنا في الإمارات؟ إيه في أبو ظبي. ها مولودين في أبو ظبي ولا مولودين؟ لا هذول في بلاد برا. وأنت؟ أنا في سوريا. الله يحفظك إن شاء الله. 50 سنة هنا. ما شاء الله عليك. الوالد من 74. الله يحفظه. أنا استغربت منكم تقول لي عرفتني كيف تعرف حق كلامي شو أقول شو ما أقول؟ ولو إحنا عايشين عندكم 40 سنة مدارسكم. الله يبارك. وخيركم. مرحبا خير خيرك أبوي. حبيبي حبيبي. شكرا شكرا. الله يخليك. بارك الله فيك. الله يخليك. أنبسط يوم أمشي في شارع ولا مكان وحد يسلم
ولا سلم على حد ولا يقول لي أنا عرفك ولا سام عنك ولا يعني سبحان الله أجانب بلاد غرب ويتكلموا هاك الكلام الطيب يتكلموا هاك الكلام الزين وفرحانين إن شافوا المكان الفلاني وياهم العلم الفلاني وياهم الخبر الفلاني كلم مبسوط عايش في سعادة ونعيم ولا يخصه في حد وكل يمشي بوي في حال سبيله هي والحمد لله على ما قال والدنيا مطرجة هذا التريب اللي قلنا لكم هاك اليوم أيوب من العين أو عسب الهوية اللي كانت هني ولين اليوم عاد ما يبغوا بالتاني يبسطون التراب عياس هالراعي هذا النتشالية وكوده مفروض يجيب عماله وياه وما ظهر ولين الحين ما يأ أتوقع أنه بتخالفه البلدية لأنه مفروض أنه يجيب العمال وياه ويفرش الرمل هب قالوا له يجيب الرمل ما أخذ عنهم 370 درهم 370 درهم ريوة سبوي في العريبية في السكسويل وكوده وسار متفقين ويانا يجيبه ويفرشه ما بلا يجيبه ومن سار بوي ما رد وسعيد وسعيد سلام عليك على الله يبلغك إن شاء الله فيه معنا سبوي آمين هابي عيد مبارك قرب الله امام غلط راسه وما طولت شو بيور هير يلا عدني هذا راسه يا بنطالع قرب الله حتى الروس ما يد البيت توين قرب الله تبارك الرحمن قرب الله عدوها يا ربي ابو ناصر انا ابو حبس كرك هالقلب راسه مطوله هيا ابوك مبغل ما ظهرت وقت النعيشات ولا شو توميبه في جهه هي راسه ما بتنفدع رقبه فقيره انزين مساكم الله بالخير اللي تخبرني وين ساير الله يحفظكم كيرني بستريت ساير عند ليبرتي وما ليبرتي والفريج هذاك ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين والطريق شقلت اللوكيشن وداني على طريق بيت ابو احمد مانع سعيد العتيبه الدكتور الشاعر نعم هذا الطريق نفسه ابوي اللي يودي بيتكم مانع العتيبه نفسه وديك سيد اللي هناك عن طرف الكشخة هذا اليوم الكشخة اليوم شبابية سبور اليوم واللبس هنمون فنان جوتي وينو هي والله جوتي أبيض هي تعالوا على فكرة ترى الزليق نفس اللون الفانيل القميص ترى أسوي سوال الحين تحراني من هاي العادة أسوي سوال ساعات والله أنا لمني والطريق على اللاتري كم يعرف هالمعلومة ما كديت هالدكان يبيع شناط أو أبواك وكله سيد دال أنيت صبح مساء ظهر عصر من تخطف لنا لاين العالم يبيع شناط هو ما يبيع شيء ما بأكل ولا مطعم تخيلوا لاين عليه دخيلكم حد يخبرني بيجتلني الفضول بيجتلني مشاهد الفندق هذا مشاهد الفندق هذا هذا مكتوب على الطرف هذا هو لكن اسمه ما اعرفه والله ما اعرف شو اسمه مكتوب اسمه كنزكتن كنه ما ادري به المهم بيجتني الفضول اللي منكم يعرف يخبرني لا مستحيل ليش اظهر كيف الله يسلم كيف حالكم كيف انت متابعينك ليه يا حظي ماشي 17 دقيقة من فندقية لين ليبرتي مشاي وخط واحد لا والله أول بادي شيء كم من حيستين ثلاث وخلاف سيدة قطع واحد سيدة لا يمين ولا يسار أقولكم خطف بعد على جماعة بسير ضاري خطف عليهم أسلم عليهم قبل ما أظهر خطفت على القسمين كل أبوي اللي بقع طلقة وشدوا العربة
ما بالكلي العرب ابوي كله باكر مسافر ورا باكر مسافر عند الله ما في المجف في شيء مربوح غير التعب هي والله ارواح هنا هاملي هاملي يا ماما اي دونت نو ذا وي وذاوت جوجل اي كانت جو اني بليس بوت هاملي ذي ويل تيك يو والله ثانك يو هي والله قلت لها قالت ان شاء الله وهي والله اي بد ودرت العرب كلها ودرت الناها شوف الأمم لا إله إلا الله ها كلها ودرتهم تسألني أنا عن هملي عن أبوه يحبك المقرود يحبك أسميك ما عندك حب سألتي واحد ما يعرف شرق مو غربة أسميك ما عندك ما رأيت قل عرف قيل أني أنا دل لو أي بدال الودي هلف البنيان كله نمونة وحدة ها هذا نمونة بنيانهم وين تروم تعرف شرقك من غربك ماشي إلا تكتب في جوجل وداك وين تبع لكن شوت البنيان كله يتشابه ماشي بناية جديدة تقول أمس ما بناية ولا أول أمس ولا شيء جديد شيء جديد ترك تعرفه شوف الله عليكم العالم شوفوا كيرن بستريت كيرن بستريت شو غادي أبوك المكسار تحرى عندهم هذا شو هذا أساي نزيد هذا يسمونه سوبر فود سوبر فود وين مك هذا هني علمين زين شو هاك المحل بنفسجي هنا احسن عصير كنت تشربه بحياتك يبونه من الامازون صدق عدول لا تمزح والله اني ما امزح زين وهو اللي مسوي الباي هذا ما بصورك ولا مسوي الباي خرب الله الباي لا بيزات 50 باوند بدون 50 باوند ما شيء فهذا ابوي الحين كيرني بستريت اللي يصيحون براك تبي تظهر سعود بس علي هناك هذا ابوي كيرني بستريت وكيرني بستريت مني مرحبا كيف حالك كيف انت اقول لكم غير المتعه في الشارع هذا كان عاده في النيو يير يغدي ابدا شفتوا ال يوم يسوي معاريس عرس الشيوخ ايش قال الدنيا كلها تلب من الليتات والزينه ولا يستوي عيد الجلوس ولا عيد الاتحاد ولا عيد عندنا تغدي الدنيا تلب من ليتات فهذا يغدي غير نمونه اكيرني بستريت هذا الطريق اللي تونا كنا نمشي فيه ترى هني شيء لفه تظهر كبوي على هالمكان اللي تشوفه هذا ابوي كل هذا هو جميع المطاعم جميع الدنيا كلها ابوي هاي كلها ابوي وهذا وين يبيعون عساي ما بصوركم ما بصور كل هالعرب زايغه يا ابوكم ما شاء الله بعد نيات ياكل لنا هذا عساي اسمه عساي ولي حطت كاتم ما بترمسد الله يحفظكم ان شاء الله فنان كل بالنشاره ابوي العرب كلها زايغه ابوي دكانهم مال عساي ها ما تعرف شو وينو عاد الحين هذا العساي شو عباره عن شو العساي عبارة عن شو؟ ها؟ نوع من أنواع الأسكريم. أسكريم يحطون فيها سيت وما أدري شو وما شو ونخاي وكشمش وناري يشرخونه. والله ما أعرف عاد المهم يسمونه أساي والعالم طايح في طيحة على أساس إنه مو ضحينة. ترى كل يوم يطيح شيء جديد كل يوم يطيح ناتك ولندن هم النواتك. والله عارف وراي خلق الله ما خلق. ترى على فكرة فنان ولذيذ لذيذ 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 في مليون نوع ونوع مليون نوع ونوع عندهم بسم الله شو هذا شو هالخطاف أقول لكم مليون نوع ونوع هذا شيء منه شيء شراتين لك بعد خاشوقة شيء بعد نوع ثاني ما أدري كيف عدة أنواع وخلق الله ما خلق عنده خلق الله ما خلق الله يحفظكم اللي تشوفونه هذا شوف اللي قاعد لابسين شوف هالمبنى مالهم والليتات والخيط بعدها You are taking video? هي والله different غرب الله أقول لكم هذا اللي تشوفونه في لندن تعتبر هاي نوادي هذا نادي يكون يعني في كوفي وفي صالة بليارد وفي مكان مال لعب ورقة فتلقطهم الناس يسوون برايفت خاص هذا مش مال كل من هب ودب نادي خاص يكون عضوية واشتراك سنوي مثل الجيم أيون ويجلسون وتلاقون ربعهم يعني اكيد انه مال كمبانيه يعني مستحيل يكون مال ناس عاديه يعني مستحيل المكان والموقع والمبنى والابهه هاي كلها
البنواء هالي خاري الحرس كل واحد تحراه كمبني ما بالك يعني شيء جميل جميل جميل. يا ابني بتصوركم الفرج وراء بعد واحد شراته اخو هذا يسمونه فارم هاوس بعد شراته نفس المستوى ونفس كل شيء ثم خاري ما يبين علي الأبهة لكن من داخل روق ابوك وسكر الباب. طلعت بيها طرشت لي مسج حرمة من الكويت يسمونها مناصر الله يحفظها قالت المحلي مساء شفت لاين عداله واول ما ظهرت يوم اقول لكم لاين يبيعون شراب هاي ماركه يسمونها قويارد او قويارد قويارد صح قويارد وهاي ماركه مثل قوم ديور وقوم افسان لوران وقوم ما ادري منو نفس الطريقه لكن يسمونها انه توني بس خبرتكم عنها. مليون تعليق انا ابو حد ما يعرف ماركه قويارد قويار ابوي ما اعرف انا قويار بحياتي ما اشتريت شنط مال الحريم انا ايش عرفني ابوي شنط الحريم ما اعرف الهن ولا ما كنت اشتريت بحياتي شنطه مال الحريم انا ايش عرفني اشتري شنط حب ولا ايش عرفني ماركات في اشياء نسائيه ما اعرف اشتريها وين اشتريتها نهر ثاني انعقت لان اكيد يا يكون مقاس غلط ولا يكون موديل قديم ولا موديل ما يلبس ما اعرف الهن الاول هي ايام شدي وعدي ولا حينه هي جهه طاحت ارطب هلا اعرف حق اعرف بحر بر سوالف رمسه هذربان هذربان رمسه خراريف طباخ اكل بر بحر جو ها كله اعرف له مشي كد مشي 20 30 كيلو ما علي باس. نعم ما شاء الله تبارك الله يا غير ماركات وموديلات وعقود ها ابويا ما اعرف له ما اعرف ودي والله والله ودي لكن ما اعرف هي والله اقول لكم معزوم اليوم على العشاء هي والله يا كل الحين كله اول مره انتم تدرون لي من جيت لين اليوم ما كنت دفعت بيزه عن اكل بيزه حمراء ما كنت اديتها شوفوا ما شاء الله شاري سلام عليكم ابو كلهم ابوي شحن شحن عرفوا هني هذا الكوفي اللي هني كنت اديت عنه ودي وحده ما كنت اديت قبل مره وحده كوفي ما ادري شو بيض مع زعتر كنا شوف كانوا وياي قوم حربوس وش ريستورانت هيا؟ You are in Chinatown. Which hotel? Dorchester. Okay. إيه أنا أبوي معزوم اليوم في هاي المطعم اللي خبركم عنه هالبنية اسمه تشاينا. تشاينا تانك. هذا من أخير المطاعم التشاينية. تشيناوي. تشاينا تانك. هي تانك. كل العرب يعرفون والناس كلها من زمان. أنا أول مرة إيه. ما كنت متشجع لكن عازمين جماعة من جماعتنا من دم ولحم وأهلية ويا يتعشى عندها أكلهم ها هذا أكلهم كراب وما كراب وسبرينج رول وكل أشياءهم 90% منها كلها سيفود وخضرة وهاي شوربتهم بعد الشوربات المميزة عندهم لها اسم انا ما اعرفه الشوربة اسمها سير ديفيد اسمك رياض بن زنيد القبيسي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا رياض يعني حينه زنيد ماخذ حرمه من وين من امك من وين امي هي مزروعيه قرب الله هذا الله يحفظكم منصور بن علي المنصوري أبوه منصوري مجدل أبو مناصير مجدلم مريخات يعني شو يومي النسل فيه منصوري على مريخي هنموني غدي غدو العيال حدث النسل هنموني سبحان الله هي والله خليط يوم تخلط طائفتين شيف مكس يظهرون العيال بعد غير نمونه ما يظهرون لا شرات العمام ولا شرات الخواط مكس روحه يظهر شيء روحه فرع جديد هذا ناتل يسمونه اقول لكم ما بعبد الله بن جابر ما بعبد الله جابر
جازم المريخي مبهولة. لا لا مش هو ولا شياته. تعرون عبد الله بن جابر ابدا مبهو يشابه كأنه يعني واحد في شبه منه. نفس التيشيرت اي نعم نفس التيشيرت ونفس الوشرة يعني. شكرا على هالعشاء المميز يطول بعمرك وشكرا جزيلا. لا خلينا منك ريحة الطيبين بارك الله فيك وشكرا على حسن الاستضافة وحسن الضيافة. لا خلينا منك لا خلينا منك لا خلينا. المعروف اني انا دوم انسى وما يطري علي ولا اذكر الاسامي بالاخص الاسامي الصعبة الا بيت حياة يدك. هالمعلومة انت ما تعرفها. بيت حياة يدك اتذكر عنوانه من 40 أو 37 سنة. ما ادري عاد الرقم لكن بروندزبري بارك لكن الرقم ها وهي 49. هي والله اول بيت بحياتي ادخله في لندن بيت حياة يده حياة بن عوضة يعلها الجنة. من اوائل الناس اللي من ابوظبي خذوا عقار في شنتية لندن من قبل 40 سنة. فلة غني ليل ويوم شفتها فلة عادي على الشارع ترى الحوي ورا الفلل في لندن على الشارع الرئيسي البنيان فلة ومن ورا الحوي هاك الحوي اللي غني ليل. تمنيت يكون عندهم حلال هاك الأيام. هاك الأيام قلبي متولع في الحلال. تمنيت أن يكون عندهم حلال تخيلي. سبحان الله الله يبارك لهم. إلى اليوم كان وما زال تشاينا تانغ الدنيا ولا طاولة فاضية. طاولة فاضية ما شيء ها كل الدنيا المبزوع ولا طاولة فاضية ولا طاولة فاضية. إيه حافظ على الزين حافظ على الزين حافظ على الزين حافظ على الزين أبوي مكس المناصير بالمريخات. إيه والله أوريو. إيه والله ولا طاولة فاضية مكان يأخذ العقل ولا الحجز ما أدري شو ما أدري شو. هذا المدير بعمالهم. هذا أبوي عشاننا نحن بطة وعادي قطعنا سليسات شي هنمونة كديابولنا قبل ديابة وقبل هذا شرمب كراب وكراب شرمب وما أدري منو كل هالأشياء. وحينها يقطعون البط من هناك ويبونها ها يساوقون. ايوه ثانك يو. هاي لها طقوس لازم القرص هذا يبونها ها هذا بحلق حطوا القرص حطوا عليه صوص مثل هذا ها شروا عليه صوص. صوص هذا حلو طعم شلات الشكر ودروا عليه بعد منقير خيار وما ادري شو حطوا عليه نشوا خلاف وحطوا عليه الله يسلمكم البط. يحطون نمونتين هذا المبحلق ونشون بعد يحطون عليه هذا كريسبي على ما تشوفون وينشون بعد يحطون مرة ثانية بعد صوص. أيوة ويلفون شرات السندويتش لف ويأكلون. هذا نمونته هاي بهالطريقة. بعد حين تشيستوي هذا آخر شيء النمونة. تقول بي يا حبيب النبي من يخلصون من البطة وقصصوا اللحم اللي عليها والأطراف وهذا ترى يزيد شيء ما يرمون يظهرون الشاتين. أخبرك شو طريقة ها يفرمون صغار صغار ينشون ويحمسونه ويبون لك أبوي ملفوف وتطويب خس زين خس ملفوف إلا عيال عم زين تطوي هذا مثل بدل ما بغيت تطويب بخبزة لو تطويب هذا عاد على هواك. يلا سمر روح العيال ها حطوا بعد عليه صوص مثل ما يعاملون القرص عامله والخسة. أيوة ينشون عادي يحطون عليه من هذا هذا يسمونه البقايا البطة ويطوونه يقولوا بي يا حبيب النبي.
No, here, please. Here, what is this one now? This is Singapore noodles, prawns and chickens. And this one? This one is lobster noodles, ginger, spring onion, ifu noodles. Here, this one? This one is green beans. And that one is beef black pepper. And that one? And this is wild sea bass with chili. Yeah. Hey, mashallah. And this one, good one. The best one. Okay, which is it? Yalla, add. Oh, this best one. What is it? It's a king crab pumpkin rice. King crab pumpkin rice. والله يا ابوكم ما ادري انا اتحرر الاولي لكن شوفوا. You get all the best food. One minute, madam. Come here, please. Oh, okay. I thought what we have before finish. And I drink all this water. دردعت الماي كامل والله يا ابو كنت حريت ما دريت ما دريت دردعت مي على المياه امتزر بطني من الماء اي هابي اي ام نوت هابي ات اول يو نوت هابي لا والله يلا 1 2 3 كينج كراب فراي رايز King crab King with the fries. Crab with the fried rice and the pumpkin. Pumpkin gulili. Delicious, huh? مش دراني بعدني. Till now I didn't try it. Yeah. Did you see the king crab? Hey, mashallah. Oh, so nice. See? That's enough. Okay. Wow, so this is a chocolate ball. We put the sauce on top. And then the toffee sauce should melt the chocolate. And it Look delicious. يا سلام. And what's written here? Enjoy, enjoy. What's written here? It's fresh fruit and ice cream. Name Khalid. Thank you. Khalid. Hey. Hey.